أهلاً أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا عن عظة المسيح على الجبل، وأنا موجود على ضفاف بحيرة طبرية، البحيرة الجميلة منسميها في هذه المنطقة بحيرة يسوع. في هذه الحلقة رح أتكلم عن العين النيرة والعين الشريرة، وأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، بصلي من كل قلبي أنه تكون بركة لحياتك. وكالمعتاد إذا في عندك أي تساؤل فيك تتواصل معي. ابقوا معنا، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.